انت ازاي تختفي بعد ما حكيت لك اللي ماما عملته فيا؟ والله العظيم غصب عني، انا لما ده حصل والله ما عرفت اتصرف ازاي. وعارف ان ده مش التصرف اللي انت كنت مستنياه. اللي انا مستنياه دلوقتي هو نهايه علاقتنا دي، نسيب بعض ومسامحك في كل اللي انت خدته مني، بس لحد كده وكفايه. وليه كل ده؟ لو على موضوع مامتك انا ممكن اكلمها واخلص لك الحوار ده، بس نسيب بعض لا. مبقاش ينفع خلاص. تمام، انا فهمت انت عايز تقول ايه وموافقك عليه على فكرة. نسيب بعض، كل واحد ياخد حاجته. قلت لك مش عايزة منك حاجة. لا ازاي، ده حقك والاصول بتقول كده وانا بفهم في الاصول قوي. يا نهار اسود، ايه ده؟ لا لا لا، اهدي اهدي بس كده، عشان صوتك لو عالي انت اللي هتتفضح. انت ازاي تعمل فيها كده؟ فكري ودوريها في دماغك وبكره نتكلم. انا مش عارفه اعمل ايه يا منى، رامي مش عايز يرجع عن اللي في دماغه. يعني ايه مش عارفه تعملي ايه؟ هتبلغي عنه؟ قلت له اني هبلغ عنه، قال لي وماله، بس قبل ما تسجن هكون بعت الفيديوز بتاعتك. مش فاهمه هيباعها فين يعني؟ يا نهار اسود، هو ممكن يباعها على المواقع اللي... وانا مش قدامي غير اني ادفع له. وانتي فاكره ان ده هيوقفه؟ انتي مهما دفعتي له هيفضل يطلب وبزياده كمان. هو انتي ليه ما فكرتيش تقولي لباباكي او اخوكي هادي؟ هما ممكن يتصرفوا. لا ما اقدرش اقول لهم، انا عارفه كويس هما لو عرفوا هيعملوا ايه. كفايه ماما واللي عملته، وبعدين هو قال لي اني لو اديته الفلوس هيديني الفيديوز. وانتي صدقتيه؟ عادي جدا، مش قدامي غير اني اصدقه يا منى. انا اكتر حاجه تعباني اني ما كنتش متخيله اني اهون عليه كده او انه يكسرني بالطريقه دي. انتي برضه وثقتي فيه زياده عن اللزوم يا سالي، معلش. الله يتحل. بقى منير بيه، لولا لسه خارجه من عند مهاجم الاوضه. عارف رغم ان هو صميم شغلي، بس كان نفسي اقول لك ان التكنولوجيا جابت لنا البيرفكت وورلد اللي احنا كنا بنتمناه. ما انا سمعتك في المحاضره بس استغربت بصراحه ان الكلام ده طالع منك يا كرم. سبت لي ايه بقى؟ لا انا مش بتكلم علينا احنا، انا بتكلم على اليوزر العادي. وحتى اليوزر العادي ما عارف كده كويس. التكنولوجيا ضيعت حاجات كتير قوي من حياته، وبعد دخول 5G بقت الناس كلها بتهرب للعالم الافتراضي. انت زي اللي حصل بالظبط مع الابلكيشن اللي اسمه زون ده، صح؟